وانت في المقاولين قعدت 3 سنين، هل فكرت انك عايز تمشي تروح النادي الاهلي؟ انت حسيت بقى انك بقيت لاعب كوره ولا ما كانتش بقى يعني؟ لا، كان طموحي بقى خلاص ان انا هكمل في المقاولين. مين السبب بقى اللي خدك من المقاولين للنادي الاهلي؟ هو جه اللي حصل انه جابوا مدير فني في قطاع الناشئين في المقاولين اسمه توني انجليزي. جه لغى فرقه ال 20 سنه، جه لغى يعني قال اخر سن هيلعب 18 سنه وهنلغي فرقه ال 20 سنه. وكان الجيل زي ما قلت حضرتك كده انه الجيل كان حمدي نوح والسيشيني ورضوان وجمال سالم، اللي هو الجيل اللي خد بعد كده الدوري وخد افريقيا وزمزم وناصر محمد الله يرحمه وناصر محمد علي طبعا من احسن اللعيبه اللي جت مصر الله يرحمه. وعبوده طبعا. لا كان في، احنا انا اسف يعني لو احنا نسينا ناس، بس كانت فرقه رهيبه. نبيل ابراهيم، ناس كانوا كتير يعني. فقالوا يا اما اللعيب اللي هو عنده 18 سنه هيصعد فوق يا يمشي. فالمدربين بتوعنا كان الكابتن محمد عبدين رغم انه ما مرنيش، هو اللي كان بيمرني الكابتن سعيد عبد العظيم، كابتن محمد عثمان، كلهم قالوا لهم لا ده في لعيبه كويسه ولازم نشوفهم يعني ازاي هنمشي 20 لعيب ولا 25 لعيب مره واحده. فاختاروني انا واثنين زمايلي ان احنا نتصعد للفريق الاول. كان ساعتها مستر تومسون هو اللي ماسك الفريق كان ماسك الاول، الاسماعيلي ومسك المقاولين بعد كده. فعلا طلعت انا واثنين زمايلي وبقيت الفرقه مشيت، وحتى فيهم بقوا لعبوا في انديه اخرى يعني. طلعت اتمرنت معاهم حوالي اسبوعين كده او 10 ايام مع تومسون. بعد كده قال لا انا مش خلاص مش محتاج الصغيرين دول. كان جيل يعني، كان مدرب جامد قوي طبعا. كان جيل اصله عنده جيل كويس. ما انت ساعات دي بالتوفيق برضو ان في واحد احجام كبيره، واحد عاوز الاحجام الكبيره ويشكلها زي ما هو عايز والكلام ده. ممكن يكون مكتفي باللعيبه اللي عنده. ما هو ساعات برضو انك دي بتخدمك، انه في واحد بيطلع وقت جيل بيبقى مثلا ما فيهوش حد، فرصتك بتبقى سهله، وممكن تطلع في جيل عظيم بتبقى صعبه الموضوع جدا. عشان كده الفتره اللي احنا لعبنا معاكم فيها كانت صعبه بالنسبه لنا. قعدنا سنه بنقف حور. طيب انت مشيت من المقاولين العرب. ايوه. مين اللي قال لك تعالى نروح النادي الاهلي؟ انا بقى كان عندنا في المديريه 2، واحد زملكاوي جدا صاحب خالي اسمه محمدين، وواحد اسمه محمد علي، انت عارفه، اللي هو كان بيقعد في صاله راتب على طول. منعم. هو احنا عارفينه بمنعم. منعم كان مجنون 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 اهلي يعني، وراكوا في كل حته، ما كانش ولا تمرين ولا ماتش ولا اي حاجه. مظبوط. فده يقول لي تعالى الزمالك وده يقول لي تعالى الاهلي. ففعلا رحت تاني الزمالك. تاني مره رحت الزمالك. كان بقى موجود كابتن احمد مصطفى. ربنا يديله الصحة. كابتن علي شرف. اعتقد هم دول اللي شافوني وقالوا لي لازم تيجي يعني. كان ساعتها بقى طارق يحيى والمجموعه دي في فرقه ايوه، وقالوا لي لازم تيجي والكلام ده. وخلاص انا يعني ايه، فمنعم ده قال لي ايه، ليه هتروح الزمالك ليه وبتاع، تعالى نروح الاهلي. كابتن ماهر هو اللي احمد ماهر هو اللي ماسك كابتن ماهر احمد ماهر الله يرحمه، هو الله يرحمه، هو اللي ماسك فرقه ال20، وتعالى وهو انت لعبت ضده وانت في المقاولين. رحت فالكابتن ماهر شافني وعارف ان انا بلعب في المقاولين يعني. فقال لي خلاص انت معانا اول ما شافها بقى. وكان هو برضو لعبت ضده في المقاولين وكده، بس طبعا لما شافني بقى هو بس. ومشيت القصه بقى. اتأيدت في النادي الاهلي سنه 81 في الناشئين تحت 20 سنه. اللي هو بقى الجيل اللي كان بقى كله يعني كمل معاكم بعد كده فتره طويله، اللي هم طاهر ابو زيد، علاء مايهوبش، شوبير، حمد ابو راضي، ضياء السيد، حشيش، اسامه عباس، يعني مجموعه كبيره جدا. كنت تحت 20 سنه سنه 81. بس طبعا في مجموعه من اللي انا قلت عليهم دول كانوا بيتمرنوا معاكم، بيلعبوا معاكم ايام كلوتشاي وكده. مظبوط. كلوتشاي ده اللي جه بعد ايدو طاهر وعلاء ومحمود صالح ومحمد حشيش وحمد ابو راضي لا حمدي طلع بعديه. لكن علاء وطاهر وحشيش ومحمود صالح هما لعبوا مع كلوتشاي معاكم يعني. هما كباتن عليك. كباتن عليا. هنعمل ايه، ما هو لازم كده. طيب بعد ما اتحطيت في فرقه 21 سنه، اول مباراه لعبتها مع 20 سنه كانت امتى ومع مين؟ مش فاكرها بصراحه، بس يعني لعبت على طول يعني. حضرت فتره اعداد وابتديت العب يعني بقيت اساسي. اللي شافك في المباراه دي وقال لك اسامه لازم يتصعد للفريق الاول؟ لا هي ما كانتش في بدايه السنه، ما كانش في اول ما رحت. انت قعدت فتره قعدت السنه اللي هي بتاعت الناشئين احتياطي واساسي احتياطي ومش عارف ايه الكلام ده تحت 21 سنه. لا كنت تقريبا بلعب على طول يعني قليل قوي، لان زي ما انا قلت لك في مجموعه كانت متصعده معاكم. ما احنا كنا بنشوفهم وهم بيتمرنوا. انا كنت ما كانش ليا تاريخ جوه النادي يعني، انا كنت جاي لسه مش معروف قوي يعني. في لعيبه كانت معروفه وهي عندها 13 سنه، طاهر ابو زيد طبعا، زي طاهر طبعا، زي علاء، زي ضياء، زي حشيش. معظمهم كانوا جايين من منتخب الشباب كمان. دول ابتدوا بدري في الاهلي، انا ابتديت متاخر شويه.